كانت هذه وقفة الأسبوع مع فقرة التاريخ عندما كان خبرا على التلفزيون. قبل أول استراحة بالحلقة بحب أتوقف عن تجربة أهلية مميزة عم تحتفل بعيد 24. أنا أقرأ من الجمعيات الأهلية الرائدة بلبنان وخاصة على صعيد دعم المدرسة الرسمية. نطاق عمل الجمعية هو المجتمعات اللبنانية والسورية الأكثر حاجة من خلال إدارة برامج تربوية بتستهدف التلاميذ والأهل والمعلمين. أضواء على جمعية أنا أقرأ بهالتقرير السريع. اسمي جودة وعمري 6، بحب على المدرسة. برنامج الطفولة المبكرة هو برنامج بنعلم فيه الأطفال كل المهارات اللي لازم يكتسبوها قبل ما يفوتوا على المدرسة. 1 2 3 4 8 9. والأنسة علمتنا هاي عشرة المرور. أنا ناخد مهنة الطباخ. أنا بحب بروح المدرسة، عم بستفيد هيك الناس بتعلمنا بنسمع قصص. عم بستفيد كتير، هديك سنة كنت أخد 10 من 20، هاي السنة صرت أخد 20 من 20. تلاميذي أنا فرقوا تقريبا شي 60%، يعني معناتها نحن بحاجة لهالدعم. المادات كلها عم بحسها سهلة كتير، وقت يجونا امتحانات عم بحسهم كتير سهلين. ماما وبابا بيعرفوا عربي ومات، بس انجلش لا. الناس هي اللي بتساعدني بالمات وبالانجلش. الدروس هلا عم نروح على البيت مخلصينهم عارفينهم فهمانينهم. هلا انا من يومين اخذت الشهاده ناجح. انا بنصح رفقاتي انه يفوتوا بهذه الدوره لحتى نصير ننجح كلنا مع بعض. تفاصيل اكثر حول عمل انا اقرا مع المديره التنفيذيه للجمعيه ريما مسلم. أنا أقرأ كان اسمها مجموعة أقرأ، كانوا 5 نساء اجتمعوا وقرروا أنه لازم ندعم المدرسة الرسمية، لازم نجيب قصص نحطهم بأكثر مدارس ممكنة بالمدرسة الرسمية من صوف الابتدائي، وشفنا أنه الأولاد كتير بينبسطوا بالقصص اللي بتوصلهم، ولكن في منهم ما عم يقدروا يقروها. فمع الوقت لقينا انه ما فينا بس نأمن هودي القصص، لكن لازم نطور هيدا الشيء وندخل بعملية التعليم والتعلم. واحد من البرامج اللي مشتغل فيه هو تحضير تهيئة الأطفال اللي بعمر 3 إلى 5 سنين ليقدروا يكونوا عندهم فرصة ليدخلوا على المدرسة الرسمية. هذا جزء من العمل. منحاول انه بكل البرامج اللي عم نطبقها تكون لمعلمة المدرسة الرسمية هي اللي عم تطبق البرنامج. فما عم نعمل احنا مشروع لحتى نفيد عدد من الاطفال وبعدين بيخلص المشروع ومنبلش من الصفر. ما بنعمل اي شيء بدون علم وزاره التربيه. التمويل بيجي من يونيسف، شراكه مع وورد ليرنينج، يمكن مع كاريتاس سويسرلاند. بالنسبه لي بتمنى انه الناس تفكر انه يقروا للاولاد، بدي اهم شيء نحكي مع الاطفال، نحلم معهم ونتذكر أن المدرسة الرسمية اللي بالضيعة اللي بالمدينة كتير مهم أنه كلنا يكون عيننا عليها ونحافظ عليها. ألف مبروك العيد 24 لجمعية أنا أقرأ من عيد كل الفريق العامل، وعبر من وجه تحية للأهل والأطفال والمعلمين المستفيدين من البرامج اللي بتقدمها هالجمعية، وطبعا التحية الأكبر للمدرسة الرسمية اللبنانية.